شكرا السيد الرئيس. عزيزي إيمانويل، أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي سادتي باحترام الألقاب والمناصب، شكرا عزيزي إيمانويل على تنظيم هذه القمة الهامة في سياق دولي ينطوي على الكثير من التحديات، وشكرا عزيزتي مياموتلي على الجهود في إطار مبادرة بريدج تاون. هذا أساس ممتاز للعمل لنستجيب للصعوبات التي تواجهها دول كثيرة نامية، لأن الجمود ليس خيارا متاحا لنا. النظام المالي الدولي في أزمة، لقد وصلنا إلى منتصف الطريق في برنامج 2030، ولكن أهداف التنمية المستدامة تبتعد يوما بعد يوم، حتى الأهداف الأساسية لمكافحة الجوع والفقر تبتعد عنا بعد عقود من التقدم. في عام 2023 هناك أكثر من 750 مليون شخص لا يسدون جوعهم، وهناك عشرات الملايين من الناس يجدون نفسها ينزلقون نحو الفقر المدقع. إن جائحة الكوفيد 19 واجتياح روسيا لأوكرانيا قد زادت الوضع سوءا. الدول الغنية تمكنت من إيجاد السيولة الضرورية لإعادة إطلاق عجلة اقتصادها، ولكن الدول النامية تفتقر إلى هذه القدرة، وعليها أن تواجه كلفة قروض مبالغ بها ثماني مرات أكثر من كلفة ديون الدول المتقدمة. هناك العديد من الزعماء يواجهون خيار مميت، إما خدمة الدين إما سد احتياجات الأساسية للشعوب. الكثير من الدول الإفريقية تنفق اليوم أموالا أكثر للديون مما تنفق لخدمات الصحة لشعوبها، مع آثار المروعة لذلك على أجيال وأجيال. اليوم هناك 52 دولة هي في حالة عجز عن دفع ديونها أو تقترب من حد العجز عن سداد الديون، ومن بينها أغلبية الدول الأقل تقدما، وكذلك أغلبية الدول الخمسين الأكثر عرضة للتغيرات المناخية. هناك عشرات الدول الأخرى التي يمكن أن تنضم إليها في حالة العجز عن سداد الديون ذلك. هذا الوضع لا يطاق. من الواضح أن الهندسة المالية الدولية فشلت في مهمتها في إيجاد شبكة أمن عالمية لمصلحة الدول النامية، والسبب بسيط، وكما قالت مياموتلي للتو، هذه الهندسة المالية الدولية قد بنيت بعد الحرب العالمية الثانية، وهي تعكس أساساً ما حتى مع بعض التعديلات التي أدخلت عليها، هي تعكس هيكلية التوازن القوى السياسية والاقتصادية في العالم آنذاك. أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم اليوم لم تكن موجودة عندما أنشئت مؤسسات بريتون وودز، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ونفس الشيء بالنسبة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وبعد 80 عاما الهندسة المالية الدولية قد عفى عليها الزمن، وهي لا تشتغل بشكل جيد، وهي غير عادلة، حتى هي لم تعد قادرة للاستجابة لاحتياجات العالم في القرن 21. عالم متعدد الأطراف يتميز باقتصاديات وأسواق مالية مندمجة إلى حد بعيد، ولكن أيضا يتميز توترات جيوسياسية ومخاطر متزايدة. المؤسسات المالية الدولية اليوم صغيرة جدا ومحدودة جدا، وهذا لا يسمح لها بالقيام بمهمتها وأن تكون في خدمة الجميع، وخاصة الدول الأقل ضعفا. ما أعطيكم مثل، إن رأس المال المسدد للبنك الدولي مقارنة بالإنتاج القومي العالمي يمثل أقل من 1/5 مما كان عام 1960، بينما التحديات قد زادت. وأخيرا، النظام المالي الدولي يزيد من تفاقم انعدام المساواة. عام 2021، وهذا قرار محييه، خصص صندوق النقد الدولي أكثر من 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة. دول الاتحاد الأوروبي، وأنا من دولة من الاتحاد، حصل
حصلوا على 160 مليار دولار، الدول الأفريقية 34 مليار دولار، وبكلام آخر مواطن أوروبي حصل على 13 مرة أكثر من مواطن أفريقي. كل هذا تم باحترام القواعد والقوانين، ولكن فلنعترف بأن هذه القواعد أصبحت لا أخلاقية اليوم. إن هندسة مالية لا تعكس عالمنا اليوم قد تقود إلى التفتت و التفكك في عالم نرى فيها أن الوضع الجيوسياسي هو عامل تفكك وتفتت. سيداتي سادتي، لن يكون هناك حل جدي لهذه الأزمة بدون إصلاحات جدية، ولهذا السبب وجهت نداء لبريتون وودز جديدة لكي تجتمع الحكومات وتعيد النظر بالهندسة المالية العالمية للقرن 21. وفي بداية هذا الشهر وفي إطار تحضيرنا لقمة المستقبل عرضت ورقة سياسية مفصلة لهيكلة مالية دولية مفصلة تكون شبكة أمان لكل الدول، وأنا ليس عندي أوهام. هذه مسألة قدرة وإرادة سياسية، والتغيير لن يتحقق بين ليلة وضحاها، ولكن إذ نعمل من أجل إصلاحات جذرية نحن بأمس الحاجة لها، يمكن أن نعمل اليوم في حالة من الطوارئ لمواجهة الاحتياجات الطارئة للاقتصاديات الناشئة والنامية. ولهذا السبب اقترحت مبلغ 500 مليار دولار سنويا لاستثمارها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للتنمية المستدامة والمناخ. وهناك إجراءات يمكن أن يتبناها رؤساء الدول والحكومات الآن. يمكن أن ينشئوا آلية تخفيف الديون حقيقية لإعطاء مهل أطول ونسب فائدة أقل، وخاصة فيما يتعلق بالتمويلات من أجل المناخ. يمكن أيضا لرؤساء الدول والحكومات أن يزيدوا من التمويلات المتوفرة للمناخ والتنمية من خلال تغيير نظم بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومن خلال تنسيق أكبر لتغيير النهج المتبع فيما يتعلق بالمجازفة والمخاطر في التمويل. وهنا نعود إلى دوري على وكالات التي تضع علامات ونقاط على الاقتصاد، وبرأي هذه الوكالات حقا ليست نزيهة في رؤيتها للأمور. وأخيرا ضمان تمويل بكلفة معقولة للدول النامية، وطبعا نظام الضمانات كما قلنا. ويمكن أيضا لقادة الدول أن يزيدوا من إمكانيات تمويل الدول المحتاجة من خلال إعادة توجيه إعادة الهيكلة، ومن خلال إعادة توجيه حقوق الدعب الخاصة السحب الخاصة عفوا، ومن خلال آليات مبتكرة لزيادة السيولة العالمية. وإن بنك الأفريقي للتنمية قد أطلق مبادرة يمكن أن تزيد من أثر استخدام حقوق السحب الخاصة لمصلحة الدول الإفريقية بخمس مرات. وكذلك يمكن لقادة الدول أن يوجدوا آلية لإصدار حقوق السحب الخاصة بشكل أوتوماتيكي في حالة الأزمة، ويمكنهم أيضا أن يضعوا سعر للكربون ويضعوا حدا للمساعدات التي تعطى لقطاع الوقود الأحفوري. وكل ما نربحه من بفضل هذه الإجراءات يمكن أن يتم استخدامه بشكل منتج، وهذا أقل ما يمكن أن نفعله، وإلا سوف يستمر الوضع كما هو. وأنا متأكد أننا في اليومين المقبلين سوف تكون مناقشاتنا مفيدة جدا لإيجاد سبل للمضي قدما. كل هذه الخطوات ستساعد على القضاء على الفقر والجوع، وتحسن اقتصاديات الدول النامية والناشئة، وتزيد من
الاستثمارات في مجال الصحة والتعليم والمناخ. لسنا مضطرين للانتظار لإصلاح الهيكلية المالية الدولية. يمكن أن نتبنى مثل هذه التدابير اليوم ونخطو خطوة جبارة نحو عدالة عالمية. سيداتي سادتي، أدرك تماما التحديات التي نواجهها. القيود على التعاون الدولي تجعل من الأصعب إيجاد حل لمشكلاتنا، ولكن الحلول ليست مستحيلة ويمكن أن نبدأ الآن. مناقشاتكم يمكن أن تؤدي إلى نتائج معبرة للشعوب المحتاجة، وأحثكم لئلا يكون هذا المؤتمر فقط نداء من القلب من أجل التغيير، ولكن نداء حرب لتغيير جذري وفوري. نحن الآن في لحظة حقيقة، ومعا يمكن أن نحولها إلى لحظة أمل. شكرا لكم.